نحدد موعد اجازه عيد الميلاد المجيد كل عام، والشعب المصري الشعب العربي الاخوه المسيحيين الاخوه طبعا المسلمين كل عام وحضراتكم جميعا بكل خير. قرر او اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بان يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022 هو اجازه رسميه مدفوعه الاجل للعاملين في الوزارات والمصالح الحكوميه والهيئات العامه ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022. كل عام وجميع المصريين مسيحيين ومسلمين والشعب العربي كله بكل خير إن شاء الله. خلينا نروح مع بعض نعرف بقى الأجازات اللي هي هتكون خلال عام 22 مع بعض بالتفصيل. عندنا كده يا جماعه عدد القائمه بمواعيد الاجازات عام 2022. اول حاجه عندنا طبعا عطله يوم الميلاد المجيد اللي هي 7 يناير. ثاني حاجه عندنا عيد الشرطه يوم 27 يناير هتكون اجازه. طبعا 27 يناير هنا تم ترحيل اليوم، هو يوم 25 رحلوه اليوم 27 عشان يكون يوم خميس. عارفين ان في قرار مجلس الوزراء اي اجازه دي في اول اسبوع او في نصه بيتم ترحيلها الى يوم الخميس. بعد كده عندنا عيد تحرير سيناء يوم 25 ابريل، وطبعا اجازه عيد العمال هتكون يوم 1 مايو، وطبعا شم النسيم 3 مايو، واجازه طبعا اللي هي ثوره 30 يونيو هتكون 1 يوليو، واجازه عيد الثوره اللي هو 24 يوليو هتكون 2022. وكمان طبعا هي 24 يوم يا جماعه، هي 23 جاي 4 اترحلت بقت 24 عشان هيكون يوم خميس. بعد كده عندنا عطله عيد القوات المسلحه هتكون 6 اكتوبر اللي هي طبعا 6 اكتوبر، واجازه راس السنه الهجريه هتكون من 12 اغسطس شهر 8، وعطله المولد النبوي الشريف عليه الصلاه والسلام يوم 18 اكتوبر 2022. وكمان بعد كده عندنا عيد الفطر المبارك واللي هتبدا اجازته يوم 12 مايو وهتنتهي يوم 16 مايو. بعد كده عندنا اجازه عيد الاضحى المبارك وهتبدا ايضا يوم 17 يوليو وهتنتهي يوم 23 يوليو 2022. دي كده كانت قائمه بالاجازات او العطلات الرسميه على مدار عام 2022. كل سنه وحضراتكم طيبين وكل خير، اعضاها عليكم وعلينا جميعا باليمن والخير والبركات، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.